في اعمال بناء الدوله المصريه شكل ممثل وادي الاراضي. النهارده جيت في كواجب يعرفني مستقبل هذا البلد مرتبط بالفرقه الشبابيه لكل منا لكل فرد في هذا البلد. عاوز ان يشارك سواء بنعم او بلا حسبما يملي عليه ضميره. وانا صوت بما يملي عليك علي ضميري طبعا. انا صوت بما يملي علي ضميري. واتمنى لمصر مستقبل كبير في اطار الدوله الوطنيه وفي اطار مستقبل مشرق وزاهر لكل المصريين. شكرا.